ماكس في الاستوديو غاليا داغستاني. أحييكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من يورو ماكس رائع الأسبوع. البداية مع لمحة عن مواضيع اليوم. كتاب جديد للمصمم الألماني جيدو ماريا كريتشما. تكريم المصمم البريطاني ديفيد شيبرفيلد. لقاء مع الطاهي النجم النمساوي يوهان لافا. والبداية من عالم الموضة في ألمانيا الذي يشهد في الآونة الأخيرة إقبالا متزايدا، فقد اشتهر الألمان بتفضيلهم للملابس العملية، لكن السنوات الأخيرة أظهرت ازديادا ملحوظا في عدد دور الأزياء. بالتزامن مع معرض الكتاب في فرانكفورت صدرت كتيبات جديدة تقدم نصائح حول المظهر المثالي لكل شخص. يتغير عالم الموضة بسرعة هائلة، فما يعتبر الآن غير لافت للنظر قد يتغير وضعه غدا ويصبح مطلوبا وجذابا. أسلوب الأناقة هو تعبير عن العاطفة والحواس، وطريقة اللباس قد تعبر عن نوع الشخصية. الأهم هو أن أشعر بالارتياح كامرأة. أريد عبر الموضة أن أبدو أجمل. هناك ملابس لم يكن ينبغي لي أن أرتديها لكني فعلت. ما الذي يناسبني؟ يشتغل مصمم الموضة الألماني جيدو ماريا كريتشمر منذ 25 عاما في هذا الحقل، وشعاره إيجاد ما يناسب الجميع. أحب التنوع، إذ أنه يعطيني فكرة عما يرتديه الناس. لا شك أن أكبر أخطاء الموضة هي تناقضاتها. مثلاً يرتدي أحدهم الزي المناسب، لكنني أحس بأنه يرتدي الثياب ذات الألوان الخطأ غالباً. لكن الأهم في رأيي هو القصة، فهناك ثياب مزرية من حيث طريقة القص، إذ أن الزي لا يناسب شكل جسم الشخص إطلاقاً. وهو يقدم الآن خبرته في كتاب إرشادي بشأن الأناقة عنوانه الجاذبية، يشرح فيه أنواع القوام التي يمنحها أسماء خاصة. فهناك مثلاً المرأة التي عندها زيادة في كل شيء، أو البدينة، وهناك الجمال الخالي من المنحنيات. هناك أكثر من مجرد نحيف أو بدين. جاءت إلى مشغل نساء من مختلف الأحجام والأشكال، ولكل واحدة منها قوامها الخاص أطلقت عليه اسما خاصا. لذلك قررت أن أنشر هذه الأسماء مرفقة بقصص قصيرة تستطيع النساء من خلالها أن ترى نفسها في أكثر من نموذج. تتراوح من النموذج المسطح لكن الجذاب إلى الفتاة الأسطورية، ويقدم لكل نموذج أمثلة شهيرة. ليست مشكلة أن تكون المرأة ممتلئة، ولكن يجب أن ترتدي ما يناسبها وأن تعطي جسدها التناسق المطلوب، مثلاً ما يظهر جمال الصدر، وكذلك ارتداء مشدة الصدر المناسبة. ولكن يجب ترك الأجزاء السفلية للثوب مرخية بحيث لا يتم التركيز على ما تعتبره المرأة مشكلة في قوامها. هذا نوع من الموهبة. لقد أدرك المصمم توماس خات أن مسألة الثياب ليست مشكلة النساء فقط، ويعرض في هذا الخريف مجموعته الخاصة بالرجال وكتابه الإرشادي الذي يتضمن أهم قواعد الأناقة لهم. فالرجال أيضا يريدون أن يظهروا دائما بمظهر أفضل، وهذا ما أدركته مدونة الموضة أنا آيمرل التي تتلقى الأسئلة بشكل متزايد من الرجال الذين يطلبون نصيحتها بشأن أناقتهم. يظهر الشباب دائما بمظهر جيد ويريدون الظهور بمظهر أفضل، مثل هذه النماذج الفضفاضة من سراويل الهيب هوب أو حذاء سكيتر عافى عليها الزمن. والشباب مستعد لإنفاق المال من أجل الجودة. الجودة بدلا من الموضات السريعة، هذا ما يهم غيدو ماريا كريتشمر أيضا، وهو ينصح بأن نجرب كثيرا دون استعجال حتى نصل أخيرا إلى أسلوبنا الشخصي في الأناقة، وهو ما يتضمن إمكانية الخطأ أحيانا.
أحياناً أتساءل كيف سيكون مظهرك اليوم؟ بالطبع مظهري ليس ممتازاً دائماً، وربما كانت هذه هي لعبة الموضة، فالجميل فيها أن تجعلك تحس بنفسك. أنا أحرص على النوعية الجيدة لثيابي وأن أحس بالراحة فيها، لكني لا أريد أن أرى الناس المثاليين فقط كما يبدو الأمر في مجلات الموضة. هذا ممل. المظهر الجيد يجب أن يجد مكانه في العالم الواقعي. وذلك أن أهم ما في الموضة هو أن تجعلك تحس بالسعادة، وهذا ما يصبو إليه الجميع. المهندس البريطاني ديفيد شيبرفيلد يكرم في طوكيو تقديراً لأعماله، ومن بين أعماله المتحف الجديد في برلين الذي يستقطب أكثر من 500,000 شخص سنوياً. المتحف الجديد في برلين واحداً من أشهر المتاحف في العالم. منذ إعادة افتتاحه في عام 2009 يزوره سنوياً نحو 700,000 زائر، ومن أهم ما يريدون مشاهدته تمثال الملكة نفرتيتي، فهذا التمثال يعتبر جزءاً مهماً في أكبر مجموعات الفن المصري في العالم. ولقد قام المهندس المعماري البريطاني ديفيد شيبرفيلد بتصميم وتنفيذ بناء المتحف الجديد. عندما فزت مع طاقمي بمسابقة بناء المتحف الجديد لم يكن لدي أي فكرة عما سيلاقيني في هذا العمل. لقد اتبعنا طرقا وأساليب غير معروفة، وكنت أعتقد أن العمل في هذا المشروع سيكون مملا مثل إعادة البناء أو الترميم، لكن هذا العمل كان بالنسبة لي تجربة استثنائية بامتياز. This was the most extraordinary experience. عندما بدأ ديفيد شيبرفيلد بالعمل كان المتحف عبارة عن أطلال. لقد دمر ثلاثة أرباعه في الحرب العالمية الثانية، وترك المتحف قرابة نصف قرن على حاله. في عام 97 بدأ المهندس المعماري مع فريق من الخبراء بمهمة تحويل الخراب إلى متحف مرة أخرى، فقد رمم الأبنية القائمة وكشف عن هيكل أصلية، إلا أنه رفض إعادة بنائه وأكمل النقص من خلال بناء جديد، وبذا أصبح المتحف يتكون من أجزاء المباني الأصلية التي تحمل أثر الحرب العالمية الثانية وأجزاء معمارية خرسانية صممت خصيصاً لهذا الغرض. آمل أن تتبنى في المستقبل فكرة إعادة بناء المتحف الجديد، إذ يجب أن نتخلى عن فكرة عدم بناء الجديد إلا في حالة هدم القديم، أو يجب الإبقاء على القديم دون إضافة عمارة معاصرة. عدم إعادة البناء وفق النموذج القديم عرض المهندس المعماري ديفيد شيبرفيلد لانتقادات شديدة، إلا أن فكرة إظهار التحف المصرية القديمة في قاعات يتداخل فيها البناء الجديد مع القديم لقد قبولا واسعا عند الجمهور. سيحصل ديفيد شيبرفيلد في 16 من أكتوبر على جائزة بريميوم إمبريال، والتي تعد واحدة من الجوائز المعمارية التي حصل عليها، ومن بينها جائزة ميس فان دا غو برايس في عام 2011. لقد أوكل إلينا البناء ووجب علينا تسليمه بعد الانتهاء من العمل، وهذا الأمر لم يكن مهمة سهلة. في البداية اقتحم حياتنا نوع من الفراغ. لقد أصبنا بالصدمة بعد تسليمنا المفاتيح لأننا كنا المسؤولين عن المبنى، وذلك لسنوات طويلة. ديفيد شيبرفيلد يبني المتاحف للزوار، ولقد صمم في عام 2011 قاعة تيرنر كونتمبوري في متحف مارغيت البريطاني. قاعة العرض هذه ليست فاخرة، بل قاعة لبناء السفن تقدم للزوار مساحة للفن وتلتقط الضوء القادم من الساحل. الإنسان هو أهم مقومات أعماله الأساسية، فهو لا يترك في تصميمه مكاناً للبذخ. كما هي الحال بالنسبة للمبنى الجديد لمتحف فولكفانغ في مدينة إيسن غرب ألمانيا، الذي تم افتتاحه عام 2010.
بالنسبة لي لا تأخذ الهندسة المعمارية المكان الأول، فهي وسيلة لتحقيق الغاية. يجب ألا يبدي الزوار إعجابهم بالمبنى، فهم يأتون إلى هنا لمشاهدة التحف الفنية المعروضة، لذلك تنحصر وظيفة الهندسة المعمارية في التركيز على المعروضات مباشرة. سيستمر المهندس البريطاني ديفيد شيبرفيلد بالعمل في جزيرة المتاحف البرلينية، فقد صمم المدخل الأساسي للمتاحف والذي خطط لافتتاحه في عام 2014. مصممة الحلي الباريسية شروق رحيم استطاعت أن تبهر مشاهير العالم بمنتجاتها. درست الشابة ذات الأصل التونسي الموضة، ثم عملت في مجال الأكسسوار لدى شركات عالمية، وقد أسست ماركتها التجارية الناجحة للحلي قبل 6 سنوات. تروج مصممة الحلي الفرنسية ذات الأصل التونسي شروق رحيم منذ 5 سنوات لعلامتها التجارية المميزة، ويعمل معها في الاستوديو الخاص بها بباريس 10 أشخاص. تصميماتها من الحلي مثيرة للانتباه. يسألني الناس كثيراً من أين اشتريت الحلي التي أتزين بها، وأرد عليهم بأنها من تصميمي. ومنذ تلك اللحظة فكرت في تأسيس شركتي الخاصة لتصميم الأكسسوارات والحلي، وتحدثت مع صديق في هذا الأمر وشجعني على تنفيذ الفكرة. تشكيلات قطع الحلي الفريدة والفاخرة تلفت الانتباه بفضل تنوع ألوانها البراقة. أحب أن تكون الحلي غير تقليدية، حتى يمكن للمرأة التمتع بملابسها ومجوهراتها. المصممة الشابة تفضل استخدام الأحجار البلورية والكريستال، وتعمل على تشكيل ألوانها، كما أنها لا تخشى من استخدام اللدائن البلاستيكية. بداية لم أكن متأكدة من رد فعل الزبائن على استخدام اللدائن البلاستيكية، خاصة أنها ليست فاخرة، لكني رغبت في تجريبها لأن الخامة أعجبتني ورأيتها مناسبة للموضة. وفي إجراء وقائي صممت تشكيلتين، إحداهما تقليدية والأخرى تعتمد على البلاستيك، وساعدني رد فعل الزبائن الإيجابي على الفكرة. ورثت شروق رحيم عشقها للحلي من جدتها التونسية، وتستلهم تصميماتها من الهند، حيث تزور مومباي 4 مرات في العام. يعجبني رداء المهراج المتميز والإفراط في ارتداء الحلي والمجوهرات، وأجد هذا الأمر مدهشا ومثيرا للإبداع. يقبل العملاء من أنحاء العالم على شراء تصميمات شروق، وترتدي المغنيتان الأمريكيتان بيث ديتو وجينيفر لوبيز إبداعات شروق من التشكيلات المختلفة، كما صممت حزاما للسيدة الأولى في الولايات المتحدة ميشيل أوباما. إقبال المشاهير على تصميماتي مصدر فخر لفريق عملي، وزبائن مثل بيث ديتو وسارة جيسيكا باركا وأنا ميلو روسو رئيسة تحرير مجلة فوغ اليابانية للموضة يحرصن دوما على اقتناء تصميمات غريبة وغير مألوفة. أما بالنسبة لميشيل أوباما فالأمر مختلف، لأن التعامل معها فرصة ذهبية ويحتاج للعقل والمنطق. في باريس تعرض المحلات التجارية الفاخرة تشكيلات المصممة شروق رحيم للبيع، مثل هذه السلسلة التي بلغ ثمنها 200 يورو، والتشكيلة الجديدة تحمل شعار الرياضة. استلهمت هذه التشكيلة من الرياضة، مثل هذا الحبل الملفوف يستخدمه عادة متسلقو الجبال. أنا أكره الرياضة، لكني قلت لنفسي إذا اضطررت يوما لممارسة الرياضة فسأرتدي هذا. تصميمات الشروق من الحلي تتناسب بشكل خاص مع الملابس البسيطة.
أفضل أن تكون الحلي التي أرتديها غير ملفتة للنظر، ولكني عندما وضعت سلسلتها حول عنقي نسيت الأمر تماما، وأحببت تصميماتها لأنها تخطف الأبصار وتتميز في الوقت نفسه بالأناقة. لدى شروق رحيم خطط وأفكار جديدة للمستقبل، كتصميم أحذية بالطبع باستخدام أحجار براقة اللون. إعداد وجبة خاصة بسائقي السباق تساعدهم على القيادة بشكل لائق، هذا ما تعرفنا عليه ضمن سلسلة الأسبوع الماضي مع الطاهي النمساوي يوهان لافا الذي يعد من رواد عالم الطبخ. يوهان لافا يتوجه بمروحيته إلى نوبورغرينغ، أشهر مضمار لسباقات السرعة في ألمانيا، واليوم يعتزم عمل دعاية لنفسه بطريقة غير تقليدية. ما القاسم المشترك بين سباق السيارات والمقلاة؟ الإجابة هي قيامنا بإعداد وجبة لسائقي السباق كي يقود بشكل لائق. عندما دخل يوهان لافا منطقة محطة الصيانة، نسي المعجبون جميع سائقي السيارات واستقبل الطاهي وكأنه نجم بوب. عادة لا علاقة لي بجماهير سباقات السيارات، لأن جمهوري يهتم بالطهي أكثر من قيادة السيارات، ولكن إذا أراد المرء توسيع قاعدته الجماهيرية فعليه التوجه إليهم، وكما نرى هناك الكثير من المحبين الرائعين، ومن الجميل أن يحظى طاهٍ بهذا الاحتفاء على مضمار سباق السيارات. يبدأ الطهي على الفور. يوهان لافا يجهز مع طبيب الفريق وجبة للسائقين، بيضا مقليا مع الأعشاب ومع الحبوب الطبيعية. هذه الوجبة تمنح الطاقة اللازمة لخوض السباق. من المهم توفير الألياف الغذائية، فبدلا من تناول السكر نستعيد عنه بالعسل. هذه هي الحالة المثالية، فعندما يتناول السائق هذه الوجبة يتمكن من القيادة ساعة كاملة دون مشاكل. بعدها يتوجه السائقون إلى خط الانطلاق وهم مفعمون بالنشاط. دقائق قليلة على الانطلاق. بتركيز عالي تجري التحضيرات النهائية للسباق. من الرائع أن ترى ما يجري هنا، وكذلك هذا النوع من الإثارة. عندما يقف المرء هنا يلاحظ بالفعل مدى الحماس وأن التنافس على أشده. في أشد أوقات الإثارة وجد الرياضيون وقتا للترحيب بيوهان لافا، وهم يرون أنه من الجيد أن يلتقوا به خارج محيطه المألوف. إنه شخص محبب للقلب ولطيف وأنا أحبه، إضافة لذلك فهو طاه ممتاز. يتابع يوهان لافا انطلاق السباق من منصة كبار الزوار. مذهل كيف يقود شبان سياراتهم، هذا رائع. بعدها عليه إتمام التحضيرات لحفل تكريم الفائزين، وهذه المرة هو الذي سيسلم الجوائز لهم. يمكن أن تصب 6 زجاجات شامبانيا في هذه الكأس. تسلم الجائزة من طاهٍ تجربة جديدة للسائقين. تفاجأت كثيراً عندما رأيته على المنصة، إنه أمر رائع. فاز بالمركزين الأول والثالث السائقان اللذان تناولا طبق يوهان لافا، كما أن المسؤول أثنى على الطاهي الشهير. طعام لذيذ، والآن أصبح له صلة بسباق السرعة، اعتبارا من الآن نطلب حضوره كل سباق. لا يعرف يوهان لافا طعم الراحة، فعليه المشاركة في فيلم دعائي لسلسلة سباقات السيارات، فثمة أمور كثيرة مشتركة بين طاهي النجم ورياضة السيارات. في السباق هناك نوع من الإبداع والكثير من التخطيط، كاختيار نوع إطارات الانطلاق وتلك التي تناسب الجو الماطر، وفي عالم الطهي الأمر كذلك تماما، وغالبا ما تحسم أعشار الثانية الأمر تماما مثل ما في عالم السباق.
بعدها يتعرف يوهان لافا على تقنية سيارات السباق، وفي المرة القادمة يعتزم القيام بجولة بنفسه. الرسام البرليني جيم أفينيون يرسم بسرعة فائقة ويبيع أعماله بأسعار منخفضة أو يقدمها كهدية، حتى أصبح فنه يلقب بالتشيب أرت. عدسة يوروماك ستعرفنا على الفنان المحترف جيم أفينيون. جيم أفينيون، هكذا يسمي نفسه منذ أن حل في مدينة أفينيون وهو مفلس، فبدأ يعيش على ما يكسبه من الرسم. ينجز الرسام البرليني أسبوعياً حوالي 100 لوحة من الحجم الكبير، وموضوع السرعة يحتل مركزاً هاماً في أعماله. أهلاً بكم في مرسمي. لا يحظى جيم أفينيون باهتمام أصحاب المعارض لأن أسعار أعماله زهيدة، وهو تعمد ذلك رافضاً للقواعد المعمول بها في ساحة الفن، وأصبح أحد رواد تيار الفنون الرخيصة. رسمت هنا تقاسيم شخص وأعطيت دوافعه ونواياه أشكالاً تخرج من رأسه، وفي الختام سألون كل ذلك. حسناً، هذا هو الرسم الأولي. لوحات جيم أفينيون لا تخلو من انتقاد المجتمع، وذلك رغم ألوانها الناصعة والمتفائلة. أستعمل ألوان الأكريل لأنها قابلة للتحلل في الماء، كما أنها تجف بسرعة، وأنا معروف باستخدام الألوان الأساسية كالأحمر والأصفر والأزرق، فتراني أبدأ بلون من تلك الألوان كمنطلق لقاعدة أساسية، لكن هناك حالة يستقر فيها رأيي على طريقة التلوين في خطوة موالية، مثلاً عندما تكون هناك بقية من اللون المستخدم، فأحاول الاستفادة منها قدر الإمكان. أنا أتعامل مع الألوان بمنتهى التقشف، فتراني أستخدم كل الكمية التي فتحتها حتى وإن لم تكن ملائمة في بعض الأحيان مع اللوحة المرسومة، لذا يستقر رأيي منذ البداية على لون كقاعدة أساسية يمكن العمل عليها بشكل مسترسل، وتتيح إعادة تشكيل الألوان من جديد. أرسم على الأرض لأنني أخفف الألوان بكثير من الماء بحيث تزداد قوة معانيه، أما إذا رسمت على الجدار فسيسيل الطلاء حتما، وأستخدم في الغالب الألوان الأساسية عندما أعمل على القماش أو الورق، فأنا لا أرسم عادة على القماش، والسبب أنني أحب أن أخذ معي لوحاتي، وهكذا يسهل علي وضعها في الحقيبة، أما نقل اللوحات العملاقة فيتطلب شاحنة. problemlos irgendwo hinfliegen kann eine Ausstellung machen 30 Leinwände in der Größe müsste ich eine Spedition beauftragen nachdem ich die ganzen Farben aufgetragen habe بعد طلي الألوان تأتي مرحلة تسطير الخطوط، فأجعل بعضها سميكة والبعض الآخر أتركه هكذا. وهناك بعض الزوايا التي أركز فيها على إبراز الظل، وذلك حتى تزداد اللوحة وضوحاً وتكون قوية الملامح، وأعتقد أن أعمالي يغلب عليها الرسم بالقلم، فالجانب المرسوم يمثل تفاعل الخطوط فيما بينها، وهو جزء لا يتجزأ من تركيبة اللوحة وعملية تشكيلها. أرسم منذ حوالي 25 عاماً، وقد وجهت إلي انتقادات تتهمني بعدم التغيير والتجديد، في حين أني أعتبر نفسي كمن يروي أحداثاً تاريخية، فأنا لست ذاك الفنان الذي يطالب نفسه بالتحول إلى تيار جديد تماماً، لأن المهم بالنسبة لي هو المحتوى، وهكذا أركز على تطوير محتوى اللوحة، أما طريقة التعبير فتعجبني كما هي وسأحافظ عليها. Perfekt. So bleibt sie auch. Mit
أنا راض مثلا على هذه اللوحة، خاصة وأنها أنجزت تحت ضغط الوقت وفي ظرف قياسية، فتقاسيم وجه هذا الشخص قريبة من الواقع كما توقعتها. كذلك من ناحية الألوان، فاللوحة متكاملة ومتناغمة. أما قرار الأخير فلن أصرح به إلا بعد بضعة أشهر. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم من يوروماكس رؤى الأسبوع، الحياة والمجتمع في أوروبا. أتمنى أن تكون نالت إعجابكم. يمكنكم التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني. لكم مني غالية داغستاني وفريق العمل كل التحيات. أراكم بالغد، وإلى حينها دمتم بألف خير. إلى اللقاء في الغد.